الخامسة لرالي البشاريات اللي هو يقام بمناسبة عيد المرأة من كل سنة. وبهذه المناسبة نحيي المرأة العالمية، المرأة الجزائرية والمرأة البشارية خاصة. وهذا الرالي راه يهدف لبزاف أمور، منها الحد من حوادث المرور، منها يعني التفسح المرأة، ثاني تطلع على القصور الشمال تاعنا. ثبت للمرأة ونورمالمون هذا ميساج بوغ لي جون، باللي المرأة تحترم القانون، ونتمنى من لا جوناس يناقصوا من السرعة باسكو فيها لي زاكسيدون. حنا درنا هذه بمناسبة توعية باللي المرأة تحترم القوانين المرور. تالية في الرالي البشاريات هو رالي الانضباط، ماشي رالي سرعة ولا، بالعكس هذا رالي نحسوا فيه ماشي غير نسى كل اللي هو سائق انه السرعه تؤدي الى الخطر، ما كانش حاجه واحده اخرى. هذا رالي نتاع انضباط ورالي تحسيسي تاع باش نقصوا